والمتابعة لوحدها لا تكفي، وإنما نحللها. فعلا مثل ما فضلت حضرتك، أنا تعلمت عندما وجدت الحضور 266 وكان بإمكانهم هم أن يفرضوا البدء بالجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تبدي تكملة المراحل الأخرى في تشكيل الحكومة. ولكن هذه الإشكالية في النظام السياسي العراقي، لا نستطيع أن نقول عليه نظام سياسي ديمقراطي، وإنما نقول عليه نظام سياسي محاصصة سياسية، توافق سياسية، المصالح السياسية فوق المصالح الوطنية إلى آخره. انظر حضرتك، حيث أن المصلحة السياسية شباب، أو ما يسمى بتقسيم المناغم والمنافع، نعم، هي التي تطغي على السلوك السياسي للنواب، فقد اتفقوا سريعا في إقالة المحافظ والانتظار إلى تسمية غيره. ولو كان المنهج أو فلسفة الحكم في النظام السياسي العراقي تتم عبر العمل الصحيح، الأعمال التي يرفعها برنامج المحافظ، ما عمله وما أخفق به، ما هي حسناته وما هي سلبياته، في الدول الديمقراطية يحاسب المسؤول الذي يعمل في الوظائف العامة بالمنهج الذي قدمه، وما هي نسبة المحقق منه، ولماذا أخفق وأين أخفق. هكذا تتم المحاسبة. فهل المحافظ الذي تمت إقالته اليوم كان لديه برنامج عمل وتمت محاسبته وفق هذا البرنامج؟ سؤال هذا. وهل المحافظ الذي سوف يأتي بعده سوف يقدم برنامج عمل ويتعهد بإنجازه ويتعهد بالمحاسبة وممثل الشعب؟ أين أخفق وأين نجح، ولماذا أخفق هنا ولماذا نجح هنا؟